السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نحضر لكم طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة في البيت. طبعا بناء على رغبة المتابعين راح الآن نحضر لكم طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة في البيت بكل دقة وإتقان. في عنا ما يقارب كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات، في عنا كوب من النشا وكوب من السمن النباتية أي سمنة متوفرة، وملعقة من البيكنج بودر، وكوب من السميد الناعم أو السميد الخشن، وكوب من الحليب البودرة بالإضافة إلى الماء، طبعا الماء حسب الحاجة. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر عجينة الكنافة الناعمة في البيت بكل دقة وإتقان. الآن نقوم بإضافة كوب من السمنة النباتية إلى كيلو طحين بالإضافة إلى ملعقة بيكنج بودر وملعقة حليب بودرة وآسف وكاسة حليب بودرة وكاسة سميد وكاسة نشا، وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض. الآن كما نلاحظ نستمر بخلط جميع المكونات الجافة مع السمنة النباتية، طبعا أي نوع سمنة متوفر في البيت. نستمر بالخلط حتى يتجانس المزيج وتمتزج السمنة بجميع المكونات. الآن نقوم بإضافة الماء بالتدريج وتعجن باليد. طبعا نستمر بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة وسهلة التشكل باليد ولا تلتصق أيضا باليد. نلاحظ هنا بدأت العجينة بالتشكل. الآن أصبحت عجينة الكنافة الناعمة جاهزة. الآن تترك لمدة 10 دقائق مع وضع غطاء نايلون حتى ترتاح العجينة. الآن بعد مرور 10 دقائق ترفع العجينة وتوضع، الآن كما نلاحظ توضع العجينة على قطعة من ورق الزبدة. وطبعا ترش بقليل جدا من الطحين. والآن نقوم بفردها بالشوبك. طبعا تفرد العجينة على ورق الزبدة بسماكة من سنتي إلى سنتي ونصف تقريبا. استمر بفرد العجينة حتى تصبح سماكة العجينة تقريبا سنتي إلى سنتي ونصف حسب الرغبة. نلاحظ هنا أصبحت العجينة جاهزة. الآن ترفع العجينة مع ورق الزبدة وتوضع في صينية. طبعا تم تجهيز الفرن مسبقا بحيث تم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ومن ثم تم إطفاء الفرن. الآن نقوم بإدخالها إلى الفرن بعد أن تم إطفاؤه. تترك داخل الفرن لمدة نصف ساعة فقط على حرارة الفرن. نلاحظ بعد مرور نصف ساعة أصبحت عجينة الكنافة الناعمة جاهزة وطبعا يابسة كما نلاحظ. الآن تترك حتى تبرد تماما. الآن بعد أن بردت العجينة نقوم بتفتيت عجينة الكنافة الناعمة باليد إلى قطع صغيرة كما نلاحظ. تفتت إلى قطع صغيرة.
هنا الآن لدينا خلاط كهربائي توضع فتات العجينة كما نلاحظ في الخلاط. وطبعا الآن تخلط العجينة بالخلاط الكهربائي لفترة قليلة جدا كما نلاحظ، يتم خلط العجينة بالخلاط الكهربائي لفترة قليلة جدا بحيث نحصل على حبيبات عجينة الكناف الناعمة. نلاحظ هنا أصبحت عجينة الكناف الناعمة جاهزة كما نلاحظ. الآن تسكب العجينة في طبق أو في وعاء، وطبعا تحفظ في الثلاجة إلى حين الاستعمال. طبعا راح نعمل الآن في فيديو آخر طريقة عمل الكناف الناعمة في البيت، وللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.